بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون artinya terbelah. Terdiri dari 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u fatarat. Wa idza al-kawakibu intasarat. Wa idza al-biharu fujjirat. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Surah Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang, terdiri dari 36 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza ikhtalu 'alan nasi yastawfun. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ وما يكذب به إلا
syiqaq, artinya terbelah. Terdiri dari 25 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat
Al-Ghashiyah, artinya hari pembalasan, terdiri dari 26 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun فأما
kesalahan naik. Terdiri dari 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ Surah Asy-Syams artinya kelapangan, terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة التين artinya buah tin, terdiri dari 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waqulisinin. Wamadhal baladil amin. Laqadakwa. Wama وَقَالَ الْإِنسَانُ
dari 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhubha. Falmuriyati qubha. Falmughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سورة القارعة artinya hari kiamat, terdiri dari 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashi. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة التكاثر artinya bermegah-megahan, terdiri dari 8 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الفيل artinya gajah, terdiri dari 5 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة قريش artinya suku Quraisy, terdiri dari 4 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
Al-Ma'un, artinya barang-barang yang berguna. Terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukallimu bid-din. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الكوثر artinya nikmat yang banyak. Terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna api. Terdiri dari 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة الإخلاص artinya memurnikan keesaan Allah. Terdiri dari 4 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق artinya waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس artinya manusia. Terdiri dari 6 ayat. بسم الله